أذكر الشهادة للتاريخ أني دخلت على هذا الإداري، قلت له الشارع الرياضي يستنانا لتحقيق بطولة ولعيبتك وين؟ تعال أوريك لعيبتك. وين المسؤول؟ أنا أبغى رئيس البعثة، كان ساكن في فندق آخر. أقسم بما نحل القسم من هذه حقيقة. هذا كلام كبير يعني للزمن، يعني أنا قاعد أقولها للتاريخ. نعم. وكان ساكن في فندق ثاني، أقول له كيف وسط الرياض قاعد يستنانا؟ والدليل على كلامي أني أنا كنت هداف آسيا، ولا ينفع الهداف إذا أنت ما تحقق الكأس، ما تحقق البطولة. نعم. الدليل لما جيت أستلم الحذاء الذهبي أعلنت في المؤتمر الصحفي اعتزالي كرة القدم. سألوني كيف أنت هداف الدوري وكذا، من الغضب اللي أنا لقيته. اليابان تو طالع في ذاك الوقت تلعب معاه نهائي. لا يقارن.